هاي الرتب العسكرية كل الاحترام والتقدير إلها، يجوز انثار سؤال شو تحجون على الدولار والأموال والنفط والإقليم وحاطين على الميز صورة لمجموعة من الرتب العسكرية، شنو الربط؟ نقول والله ماكو ربط، هي سالفة هاي الرتب غير سالفة ذيك. أكثر من مرة نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لفاشينيستا من الفاشينيستات تهدد باللجوء إلى الرتب العسكرية، وحدة فتحت شارع مسدود باتصال مع أحد الرتب، والثانية قعدت بمقصورة جذع النخلة بزود هاي الرتب. شوفوا تعليق محافظ البصرة على هاي القصة، موجود قدرون تتابعوه شلون طبن وين راحن. ووحدة تهدد قوى أمنية داهمت مركزها التجميلي بالقول أنه أنزعكم رتبكم، وذاك يا مركزها مفتوح والفاشينيستا تمشي على طولها. جماعة الرتب، هاي الرتب ما أجت بالساهل، هاي الرتب عرفناها معفرة بالتراب أو متعطرة بالبارود، حافظوا عليها ترى وراها شهداء والفاشينيستات ما يخلصن، ومو حلوة الواحد يعيش عمره وعمر غيره. وبالمثل يقول إذا طلعت لحيتك أو إذا طلعت لحية ابنك زي لحيتك. إن شاء الله الرسالة وصلت، نشوفكم على خير.